أنت من متناولي الشيبسي أم لا؟ هذا السؤال الأقوى. ما هي أكبر ظاهرة مرضية مرتبطة بمقاومة الإنسولين؟ قد تعتقد مرض السكر، ولكن هناك ما هو أشد. ما هو؟ الكبد الدهني. الكبد الدهني مرتبط ارتباط وثيق في مقاومة الإنسولين. الكبد الدهني جرت العادة أن حين يعني شخص مصاب بالكبد الدهني أو تشمع الكبد أن يسأل هل أنت من متناولي الكحول أم لا، ولكن أصبح هذا السؤال لا شيء أمام سؤال آخر: هل أنت من متناولي الشيبسي أم لا؟ هذا السؤال الأقوى. ويصنعون لنا اليوم ما شاء الله الشيبسيات بأشكال وأنماط، وكل يدافع عن الشيبسي الذي يصنعه، ويعني يحاول كل منهم أن يضع أو يجمل الصورة، ولكن مهما اختلفت الأشكال والأنماط والطرق والإضافات وما تشاءون، يبقى شيبسي، ويبقى العدو الأول للكبد. يعني نافس الكحول الأخ، ضرب الكبد أكثر وأقوى من الكحول. يعني شيء غريب. يعني اليوم نجد للأسف أطفال 10 سنوات 11 سنة، وبتلاقيه ما شاء الله يعني كرش غير طبيعي، ويعاني من كبد دهني 10 سنوات. ليش؟ لأنه خلال 10 سنوات، شوفوا 10 سنوات مش 8، هو لم يتوقف يوم عن تناول الشيبسي. اليوم يعني من اللحظات الأولى للحياة يمكن بيجيبوا له هدية للرضيع شيبسي. شيء غير معقول. وإذا لم نجد رضيع يأكل شيبسي فالأم تأكل شيبسي. فعد يعني هذا الأمر صراحة يعني مش عارف الواحد شو بده يحكي. تكلمنا كثيرا ووضعنا حلقات خاصة في هذا الموضوع ومكوناته والملصق، ما يكتبون هم يعني ليس افتراء، هو ماذا يكتب على الصنف نقرأ ونحلل، والإي نمبرز دول الأرقام. لكن سبحان الله بتلاقي كل ما الواحد تكلم أكثر زاد الاستهلاك أكثر. بالعكس، بدل ما يكون في وعي وإدراك لمخاطر هذا الموضوع. واحد من أوجه هذه المخاطر اليوم نذكرها هو الكبد الدهني، ويؤدي طبعا لمقاومة إنسولين. لذلك تأتي الأم تشكو تقول والله ابني لديه إعياء، تعب، خمول، كل هذه الكلمات، ضعف في التحصيل العلمي، كل هذا ماذا يعني؟ يعني مقاومة إنسولين. وإذا كانت هناك عوامل أخرى متوفرة، وهي متوفرة، فيصبح الطريق لمرض السكر سهل ومرض الضغط سهل. اليوم أصبحنا نشاهد أعمار مبكرة مصابة بالضغط، وهذا كان زمان يعني لا نشاهده إلا مع كبار السن فوق 40 و50 سنة. اليوم صرنا نشاهده على في العشرينات وأقل من العشرينات. طب ليش؟ كله من نمط الحياة السيء اللي احنا فيه. من الظواهر الأخرى، بدنا نشرب قهوة
بنروح نستسهل، صنعوا لنا هذه الباكيتات 3 في 1، افتح الظرف حطه على مية سخنة، صار عندي مشروب. تمام؟ وبقعد يكربع واحد ورا الثاني. ما الأمور سهلة يعني، مش محتاج لا يعني كثير. فبشرب له 2 3 4 في اليوم. طب 3 في 1 ايش يعني؟ يعني النسكافيه والسكر والمبيض، هذا الثلاثة المعلن عنهم. طب والغير معلن؟ الاي نمبرز هذولا والمواد الحافظة. هذا إضافة إنه السكر، طبعا السكر الأبيض مرفوض، المبيض مرفوض. طب إيش نشرب يا دكتور؟ يا أخي اشرب نسكافيه عادي، وين المشكلة؟ اشرب النسكافيه العادي زي ما أنت بتشرب القهوة، يعني النسكافيه الأسود كما يقال. تمام؟ وزي ما أنت بتشرب القهوة. وما لها القهوة العربية؟ القهوة العربية الأصيلة اللي بحطوا عليها الزعفران، وبحطوا عليها الهيل، وبحطوا عليها الزنجبيل، وبحطوا عليها هذه الأشياء الجميلة. يعني قهوة راقية و يعني لذيذة، وتعطي النشاط والحيوية وكل شيء، وكل محتواها يعني رائع. لا يعمل مقاومة إنسولين، لا يعمل كبد دهني، لا يعمل أي شيء، وينشط وبتكيف وبتعمل كل شيء. يعني حبكت على 3 في 1 صعب. وبعدين نشكو، يعني بنعمل كل اللي بنعمله وبيقول لك ليش ظهر؟ ليش؟ طب ليش؟ طيب لما نيجي نتكلم على بعض الحلول هنا، لأنه كبد دهني فالحلول يجب أن ترتقي، مش حيمشي معك هنا مغلي قرفة ومغلي شاي أخضر والكلام هذا، مش حيمشي. بدنا أشياء ترتقي بالمستوى. مثل إيش؟ مثل حليب النياج، حليب الإبل. هذا ما شاء الله عليه، يعني 10/10. تمام؟ ويطرد السموم ومعالج وما شاء الله. ايش ضل بعد 10/10؟ ما ضل كلام. عندنا مكمل غذائي معروف باسم حليب الشوك،